ذو العلم بين العالمين أعزة على درجات المصطفين أدلة وفي ملكوت الله للقوم شهرة ومن لا له من عزة العلم نسبة فليس له إلا إلى الذلة انتماء ترق به فالعلم عز وذروة وحبل متين للتقاة وعروة ووفر الغنى في الجهل عدم وشقوة ومن لا له من ثروة العلم ثروة فمن ثروة الدارين قد صار معدما قضى الله أن العلم نور وحكمة كما أن أصل الجهل شؤم وظلمة وأن رجال العلم للناس عصمة نعم علماء الدين في الأرض نعمة على الثقلين عمة الكل منهما به أصفياء الله هاموا بحبه به أدركوا حسب الحظوظ لقربه وهم أوصل السلاك أسرار غيبه بهم شرف الدارين تم فهم به ملائكة باهت ملائكة السماء ملائكة ألبابهم وسناؤهم أقامهم هذا المقام صفاؤهم على الملأ الأعلى يحق ولاؤهم ألم تر في القرآن أن أولياؤهم ملائكة الرحمن فالله أعلما لقد نطق الوحي العزيز بنبلهم ولا حبل للمستمسكين كحبلهم بقولهم نور الهدى وبفعلهم أقرت جميع الكائنات بفضلهم عليها فحوت البحر في البحر أينما إلى ربها استغفارها وخشوعها لهم إذ هم أمطارها وربيعها وخالقها في المهتدين سميعها ولملا ولولاهم تلاشت جميعها ولم يبق منها في الوجود لها سما مصابيح أرض الله مهبط فيضه هداة لمسنون الإله وفرضه هم شفعاء العبد في يوم عرضه هم خلفاء الله في أهل أرضه بهديهم أمت البسيطة قوما لأمرهم كل الكوائن أذعنات لسلطانهم بالعلم بالله سلمات لعزهم ذلت بنورهم اهتدات لحكمهم الدنيا تدين وقد عنات سلاطين أهل الأرض أعظم أعظما على الأرض والألباب في عالم القدوس يرون بنور الله ما غاب كالقبس لأفهامهم كالأنجم الزهر ما التباس وآراؤهم تقضي بهن ملائك السماوات فيما قد أحل وحرما تجلت لهم كالشمس خلف حجابها
بها فجاءوا بها براقة في صوابها حقائق شرع في غواشي غيابها ولو لم يكن نص الكتاب أتى بها صريحا ولا الهادي بها قد تكلما هدوا إذ هم نور إلى الله واهتدوا إذ اتزروا بالعلم بالله وارتدوا حداهم من العرفان ذوق به حدوا غدوا قدوة الأملاك لما هم اقتدوا بما لهم رب الملائك ألهما سما بهم العرفان أعلى المراتب ونالوا مقاما فيه فتح المواهب وفهم خطاب الحق من كل جانب وذلك من أدنى رفيع مناقب لهم لم يعدوها فخارا ومكرما تجلى لهم باسم المبين بمنه ففازوا بظهر الوحي كشفا وبطنه وحازوا بفتح الله مكنون ضمنه فما استحسنوا فالله يقضي بحسنه وما استقبحوا إلا قبيحا مذمما لهم من مقام الاجتباء عليه ومن قدم الصدق الزكي رضيه ومن مولد الإحسان ما طاب ليه وربك مولاه فهو وليه ومن خاصموه كان لله أخصما.